لا تنتصر الشعوب في هذه القاعات بل على أراضيها، حكمة تاريخية سبقت إليها العراق وليبيا وسوريا المتعثرة في أمزجة الحسابات الدولية. بهذه الحكمة ذاتها وصف مراقبون جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن، لكن حكمة التاريخ هذه وقد التقطها هؤلاء أخطأتها دول معروفة بانحيازاتها ودون أي مواربة لصالح تحالف ميليشياوي يقول اليمنيون إنه سفك ما يكفي من الدماء ويزيد، ليقال له اليوم كفى ولتقدم رموزه إلى محاكمات دولية عاجلة. كرمه وشيمه وقيمه الإنسانية يعاني من تراجع الوضع الإنساني ويدفع المدنيون فيه ثمن نزاعات سياسية قتل فيها بعضهم وجرح فيها البعض الآخر، ولا زال القسم الأكبر منهم مهجر داخل بلاده. في كل دورة لمجلس الأمن يتفاعل القلق ويتزايد، لكنه هذه المرة أضفى عليه حالة من التفاؤل إزاء العقوبات المفترضة على المتسببين بعدم الاستقرار في اليمن. لم تعترض أي دولة على القرار الجديد الذي يحدث من ملف العقوبات ضد نجل الرئيس المخلوع، بعد أن تمكنت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة من إضافة معلومات إلى ملف الرجل تنفيذا لقرار العقوبات الذي يمنعه من السفر ويجمد أمواله. وحسب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، فإن عددا من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة لصالح ومن يعمل معه، وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعا. اليماني أوضح أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب 60 مليار دولار كما أشار تقرير سابق للجنة العقوبات. هذا القرار تزامن مع تقرير أعده وقرأه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أكد فيه ضرورة الذهاب إلى الحوار لقطع الطريق أمام كرات النار، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا موعد ومكان انعقاد المباحثات المباشرة بين الأطراف اليمنية. لكنه ورغم تأكيداته هذه لم يخفي التفاوت في حالة القبول لدى الأطراف، مبديا قلقه عليها فحتى مجلس الأمن كثيرا على حمايتها. إلا أن هذه المبادرة الأولية تحتاج إلى الرعاية والحماية، فمواقف الأطراف المعنية في النزاع لا زالت متفاوتة. لم يكن سرا أن خطوات ولد الشيخ الأخيرة بدأت قلقة وما تزال، وستنتهي ربما بالتعثر كسابقاتها. فمن رهنوا على المبعوث الأممي وجولاته هم أكثر من تمسكوا بها أو استغلوها في لعبة كسب الوقت أو التظاهر بأن للدبلوماسية مكانا في العقدة اليمنية. واضح للعيان أن تطورات الحرب قد ألقت بظلالها السوداء على الحياة العامة سواء بجانبها العسكري أم الإنساني، فعلى الرغم من طول أمدها وتكرار دعوات المؤسسات الدولية لجهود الإغاثة، لا شيء من كل هذا يلامس شغاف المتضررين والمنتظرين إغاثة الملهوف. أبطال السلاح في اليمن يحكمون ويعبثون، فيما المستقبل قائم على موعد انتهاء غريزة القتل أو نهاية احتياج الميليشيا لمزيد من الدماء.